أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن تعديل قرارها السابق في شأن النظام الخاص بعمل السوق، وينص التعديل على التزام السوق فيما يتعلق بالموافقات الصادرة عنه لمزاولة أي جهة لنشاط مالي أو تقديم أي خدمات متعلقة بآليات التداول المعتمدة للسوق، بإخطار الهيئة بأي موافقة أو تجديد إن وجد، أو إلغاء موافقة صادرة عن السوق خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ صدورها، على أن تلتزم الجهات ببعض الإجراءات. أعلنت الدار العقارية الدار وشركة مبادلة للاستثمار مبادلة عن توقيع عقد مبدئي لتطوير مساحات مكتبية على جزيرة المارية ضمن المركز المالي الدولي الحائز على جوائز عالمية والمنطقة الحرة في سوق أبوظبي العالمي. وسيضم البرج المكتبي مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 63,000 متر مربع، ليقدم بذلك مزيجاً متنوعاً من الخيارات، بما في ذلك طوابق مخصصة للمساحات المكتبية الصغيرة وطوابق متعددة للمستأجرين وطوابق أحادية. وقعت شركة الاتحاد للطيران وخطوط جنوب الصين مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون وإتاحة المزيد من الفرص أمام المسافرين من خلال توفير تجربة سفر معززة. وتشمل مذكرة التفاهم أيضاً خططاً لفرص الشراء المتبادل على امتداد خدمات المناولة الأرضية والشحن والمخازن والتمويل والصيانة والإصلاح والعمرة، سواء في غوانزو أو بكين أو أبوظبي، موسعين بذلك فرص سلاسل توريد شركات الطيران.